هل هذا ما ينطبق على الخلف والقصب بالنسبة لعقد الزواج بغير اللغة العربية؟ يعني إذا كان الزوجين أو يعني يجري بينهم العقد لا يتكلمان العربية. الخطب والأمر في هذا سهل، لأن عقد الزواج كأي عقد بين اثنين، فكما تعقد بيعا أو شراء بين اثنين فكذلك يقع العقد بين الزوج والزوجة بأي لغة كان، فلا يشترط هناك لفظ أو ورد وارد في السنة كشرط، أقول لا يفترض، لكن لا يخفاك أن من السنة أن يفتتح خطبة النكاح بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح به خطبه ويعلمها أصحابه بقوله عليه السلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها. فإذا قدم بين يدي الخطبة وبين يدي العقد بين الزوجين بهذه الخطبة النبوية فقد جاء بالسنة المحمدية، ثم تبع ذلك العقد باللغة الأعجمية، فليس في ذلك أي شيء. يجب أن نفرق بين ما هو سنة كخطبة الحاجة وبين ما هو شرط في العقد وهو الإيجاب والقبول لأجل إزالة اللبس، فهذا الإيجاب والقبول يصح بأي لغة مهما كانت عريقة في العجمة. واضح؟ الحمد لله. Well,